لعبة يتقدم بها زيدان، يواصل زيدان مباركو يبحث عن الحل، زيدان مباركو يجده في من؟ في عمزاوي عكاشة، يأتي لغاية منتصف الميدان لطلب الكرة. هاي كرة هدف، هاي كرة هدف، هاي كرة هدف، يا سلام الياس السياسي دبيح شعيب. هذه المرة تمكن من النيل من حمو بيسارية سحرية كنت أشاهدها في الشباك حتى قبل أن يسدد. كرة هدف أسعدت وأثلجت صدور هؤلاء الأنصار من السياسي في وقت حساس وفي وقت رائع في الدقيقة 32. شعيب دبيح شاهد كيف أخذ الكرة على طريقة رياض محرز، دعوني أنا أشبهه بابن بلدي مفخرتنا رياض محرز، يتقدم برجله اليسرى شعيب دبيح ويسدد بيساريته السحرية في كل الليلة في كل جولة. بعد هذا الكرة سنتحدث، شتيح سيف الدين يرفع الكرة بالراس داخل منطقة العمليات، يا سلام يا سلام، إنه الهدف، ما أروع هذا الهدف، ما أجمل هذا الهدف، كيف باغت الجميع، كيف صعد فوق الجميع، كيف سجل، إنه هدف التعديل سريع. خليزان يعود في المباراة، هل هو شيبان من وقع الهدف؟ يبدو بأن شيبان هو الذي تابع الكرة هذه، يبدو بأنه من حرر هؤلاء على المدرجات. فريق سريع خليزان يتمكن من تعديل النتيجة. هي كيف لعبت من شتيح الكرة الأولى من مجنين، تابعها شيبان يوسف وعدل النتيجة، تابعها كل خير ثم تابعها شيبان وعدل النتيجة، فسقط الرحماني